مشتركي سبورة نت، زلت مواصلة معكم في تلخيص الدرس الأول لسنة سابعة أساسي، واليوم باش نفسر لكم مفهوم القوى في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. باش نبدأ بأول حاجة واللي هي تعريف القوة. شو معناتها القوة؟ إيه، باش نعطيكم مثال بسيط باش نفهموا بيه. باش نعطيكم مثال، هذا مثال: احسب لي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. عفوا، 2 قديش تعاودت من مرة لهنا؟ تعاودت 4 مرات. 2 ضرب 2 4، ضرب 2 8، ضرب 2 16. إذا 2 متاعي تعاودت 4 مرات، نجمو نكتبو المعادلة هذه. فعود باش نكتب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، نكتب 2 قوت 4. هذه عندها نفس المعنى، معناها 2 عودتها 4 مرات. مثال نعمل 5، مثلا 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، تعودت لي 5 مرات، إذا هي 5 قوة 5. تفهمنا شو معناتها، كيفاش معناتها القوة؟ إذا باختصار شديد، القوة هي اختصار لجذاء متكون من نفس العامل. تعريف متاعها، القوة هي اختصار لجذاء متكون من نفس العامل. اش معناه؟ معناه في الوقت باش نكتب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، نكتب 5 قوة 5. في عشرة مش نكتب 3 ضرب 3 ضرب 3، نكتب 3 قوة 3. هذيك هي شو معناتها القوة. باهي باهي، باش نعطيكم بعض الخاصيات. معناها إذا كان عدد صحيح طبيعي، إذا كان عدد صحيح طبيعي، قوة 0 يساوي 1. ديما هذيك ناخذها مسلمة، قوة 0 يساوي 1. مثال مثال: 9 قوة 0 يساوي 1، 10 قوة 0 يساوي 1، 1000 قوة 0 يساوي 1. ديما أي عدد، بالطبيعة عدد نحكو على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، أي عدد قوت 0 يساوي 1. فاهمين؟ باهي، كيف عدد صحيح طبيعي، قوة 1 يساوي معنتها أي عدد قوت 1 يساوي شو معنتها؟ مثلا ناخذو 2 قوة 1 باش تبقى 2، 18 قوة 1 باش تبقى 18، 325 قوة 1 باش تبقى 325. فهمنا؟ معنتها أي عدد قوت 1 يبقى هو نفسه. فهمنا شو معناتها القوة؟ باهي، تو باش نتعطو نعطيكم بعض الخاصيات. إذا كان عدد صحيح طبيعي، إن و بي دليلي قوة. باش ناخذ إن و بي دليل القوة. شو معناتها دليل القوة؟ هنا مثلا عندي 5 قوة 5، هذه تسمى دليل القوة. 2 قوة 4، هذه تسمى دليل القوة. فهمنا؟ إذا عدد صحيح طبيعي، إن و بي دليلي قوة، فإن قوة إن ضرب قوة بي يساوي قوة إن مع بي. فهمنا؟ عندي قوة إن ضرب قوة إن ضرب قوة بي يساوي قوة إن مع بي. مثال باش ناخذ قوة 2 ضرب قوة 3 يساوي قوة 2 مع 3. فهمنا؟ معناها نجمع دليلي القوة. مثلا باش ناخذ 5 قوة 2 ضرب 5 قوة 4 مثلا، هذه هي بيدها 5 قوة 2 مع 4، معناتها 5 قوة 6. فهمنا؟ هذه الخاصية الأولى. إذا كان عدد صحيح طبيعي، في الضرب نجمع دليلي القوة. الخاصية الثانية، باش ناخذو أ و بي عددين صحيحين طبيعيين. إذا عدد صحيح طبيعي، باش ناخذو إن دليل القوة. ما هي؟ قوة إن ضرب ب قوة إن هي
أ ضرب بي كلها قوة إن. مثال باش ناخذ 5 قوة 2 ضرب 3 قوة 2، معناها دليل القوة هو اللي يتعاود، يساوي 5 ضرب 3 ولا 3 5 ضرب 3 كلها قوة 2. باهي نفسها، معناها كيف دليل القوة يتعاود، هذوما نضربهم في بعضهم وكل قوة دليل القوة. خاصية اللي بعدها، إذا كان أ عدد صحيح طبيعي، ان و بي كيف كيف دليلي قوة. اش معنى ا قوة ان قوة بي هي ا قوة ان ضرب بي. مثال 2 قوة 3 قوة 4 هي 2 قوة 3 ضرب 4، معناتها هي 2 قوة 12. فهمنا؟ بعد ما فسرت لكم شو معناتها القوة، باش نتعدوا نفهموا شو معناتها القاسم المشترك الأكبر. باهي، قبل كل شيء شو معناتها عملية قسم؟ ناخذوا العبارة هذه، أ يساوي بي ضرب كيو، أ يساوي بي ضرب كيو، حيث يكون مخالف البي مخالف للصفر، إذا عندي البي هو عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر. اش معناتها هنا؟ يكون عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر ب قاسما لعدد صحيح طبيعي أ إذا وجد عدد صحيح طبيعي ك، بحيث أ يساوي ب ضرب ك. اش معناتها؟ معناتها ب هو قاسم لأ. فهمنا؟ هذا شو معناتها؟ هذه هي عملية القسمة الثانية، أ يساوي ب ضرب ك. العدد الاولي شو معناتها تعريف العدد الاولي؟ العدد الاخر هذوما تعريف باش نفهموا بيه شو معناتها القاسم المشترك. العدد الاولي هو عدد صحيح طبيعي اكبر من 1 ولا يقبل القسمة الا على 1 وعلى نفسه. العدد الاولي هو عدد صحيح طبيعي اكبر من 1 ولا يقبل القسمة إلا على 1 وعلى نفسه. باش نعطيكم الأعداد الأولية اللي أقل من 100، الكل باش نعطيهم لكم. دونك عندنا 2 3 5 7 10 13 17 19 21 41 41 41 43 44 47 54 55 61 67 71 73 89 89 و 97. هذوما الأعداد الأولية المحصورة ما بين 1 و 100. كي نجو نلاحظوا نشوفوا إنه الأعداد هذه كل ما تقبل القسمة كان على نفسها وعلى 1. ناخذ 71 ما يقبل القسمة كان على نفسه وعلى 1. كي نعمل القسمة متاع 71 على عدد واحد آخر، باش نلقى باقي القسمة، معناها القسمة متاعي متكونش مستوفات. 67 كيف كيف، 29 كيف كيف، 17 كيف كيف، 83 كيف كيف. باهي، فهمنا؟ تشدولي من 2 حتىش ل 19 يكفي، باش نخدمو بالأعداد هذوما الأولى، معناها حتىش من 2 حتىش ل 19، ولكن أنا عطيتكم الأعداد الأولية المحصورة بين 1 و 100. باهي، شو معناتها القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين؟ هو أكبر قاسم مشترك لهذين العددين. إذا القاسم المشترك الأكبر ل أ و س مثلا نرمز له بقاسم مشترك أكبر ل أ و س، أ فاصل س هذا الرمز نتاعو. يمثل شنو؟ يمثل أكبر قاسم مشترك لهذين العددين، هو أكبر
قاسم مشترك لهما، فهمنا؟ إذا كان القاسم المشترك الأكبر لعددين يساوي واحد، نقول أن هذين العددين شبيهم أوليان فيما بينهما، باهي؟ هذا شو معناتها القاسم المشترك الأكبر؟ باهي، نخدمو مثال هنا، مثال باش نطلع القاسم المشترك للعددين ثلاثة وستة، باش نطلع القاسم المشترك الأكبر بيناتهم العددين ثلاثة وستة. باهي، شنو نجي نعمل؟ نجي نفك كل واحد فيهم إلى جزء عوامل، سهلة برشا. ثلاثة وستة باش نفككهم إلى جزء عوامل، ثلاثة هي ثلاثة ضرب واحد، باهي، وستة هي ثلاثة ضرب اثنين ضرب اثنين. شو معناتها جزء عوامل؟ نجي لعدد ثلاثة هذي، باش نقسمو على أول عدد أولي يقبل عليه القسمة، ما يقبلش على اثنين، إذا باش نقسمو على ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، فهمنا؟ إذا ثلاثة هي ثلاثة ضرب واحد، كيف ستة؟ باش نجي نقسمو على ثلاثة، ستة على ثلاثة، اثنين، اثنين، باش نجي نقسمها على اثنين، اثنين على اثنين، واحد، إذا هي ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، هكا ولا؟ هي ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، إذا شنو القاسم المشترك لهنا اللي يتعاود؟ هو ثلاثة، إذا القاسم المشترك الأكبر للعدد ثلاثة وستة يساوي ثلاثة، فهمنا؟ طب باش نحكي لكم على المضاعف المشترك الأصغر. قبل كل شيء، شو معناتها المضاعف؟ يكون العدد الصحيح الطبيعي أ مضاعفا للعدد الصحيح الطبيعي ب، وقتاش ب بتبيع المخالف للصفر؟ إذا كان ب قاسما لأ، إذا ب قاسم لأ بتبيع ب، هذا لازم يكون مخالف للصفر. ب قاسما لأ، إذا يكون العدد الصحيح الطبيعي أ، إذا أ شبيه مضاعفا لب، إذا أ مضاعف لب، فهمنا؟ ب لازم يكون مخالف للصفر، هذا شو معناتها أ قاسما لب. ب يكون عدد صحيح طبيعي أ مضاعفا مشتركا لعددين صحيحين طبيعيين ب و سي، إذا كان أ مضاعفا في نفس الوقت لب و سي، هذا شو معناتها مضاعف مشترك؟ أ مضاعف مشترك لب و سي، وقتاش؟ إذا كان أ مضاعفا ل ب ومضاعفا ل س في نفس الوقت، معناه هو مضاعف مشترك بيناتهم. المضاعف المشترك الأصغر، مضاعف مشترك أصغر ل ب و س، شو معناتها مضاعف مشترك أصغر؟ هو المضاعف المشترك الأصغر بتبيع عليه عددين صحيحين طبيعيين مخالفين للصفر، هو أصغر مضاعف مشترك مخالف للصفر لهذين العددين. حاجة سهلة برشا، مضاعف المشترك هو يكون مضاعف ليه مزوز، والأصغر هو أصغر مضاعف ليه مزوز، فهمنا؟ باهي، هذه مجموعة من التعاريف اللي باش نستحقوها إن شاء الله في درسنا الأول اللي هو الأعداد الصحيحة الطبيعية. تابعوني على سابورانيت باش نهبط لكم إصلاح التمارينات الموجودة في الكتاب، وبعد إن شاء الله باش نخدموا تمارينات أخرى.